إخوان السلام عليكم. اليوم بحول الله سنتطرق إلى موضوع مهم وأساسي في حياة كل شخص، ألا وهو أشخاص كانوا سببا في إيجادنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ألا وهما الوالدين، خصوصا الأم التي ما فتئ الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر على صحابته ويقول أمك 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 لكل صحابه، لما لها من دور أساسي وركيزة أساسية. والأشخاص الذين يعيشون فيه كان في أمهاتهم، أو أن أباءهم وأمهاتهم لازالوا يعيشون معهم، فإنهم يشعرون بسعادة لا تصاف. فالوالدين هم الركيزة الأساسية في هذه الحياة، خاصة الأم التي جاء ذكرها في القرآن في سورة مريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام، قال في كتاب الله عز وجل: وبرا بوالدي. البر الذي يوصينا الله عز وجل تجاه هذا المخلوق الضعيف التي هي الأم، فهي الركيزة الأساسية. فالأم يا إخوان تساهم في تربية الأبناء، كذلك لها دور أساسي في الأسرة. فالأسرة التي لا تتوفر على الأم تكون أسرة ناقصة لشيء أساسي، كالخيمة التي ينصبها الناس في الصحراء فلا يكون لها تمام القوامة إلا إذا كانت ركائزها مبنية على أسس. كذلك الأم الركيزة الأساسية، هذا دون أن ننسى كذلك الأب. فالوالدين يجتمعان في تربية الأبناء وفي تحقيق الآمال والأمان التي ينشدنا إلى حين يكبرون. وهناك أسر أعرفهم شخصيا لا زال أباؤهم وأمهم يقومون برعايتهم حتى وإن قد بلغوا سن الرشد وكبروا أو تزوجوا. نعم، فالأم والأب لهما دور أساسي. فدور الأم في تربية الأبناء يتناسب بناء الجسم والنفسي للأم مع تربية الأبناء، بدءا من تغذيتهم والاعتناء بساعاتهم ولبسهم، وصولا إلى منع مشاعر الحب والحنان التي تكسبهم السعادة والشعور بالأمان. كما تدعم الأم نمو أبنائها البدني والعقلي والنفسي، وتساهم بشكل أساسي في دمجهم مع محيطهم الأسري والاجتماعي وتكوين شخصياتهم. وإنني أتحسر كثيرا حينما أرى بعض الأسر قد تفككت، أو بعض الأمهات التي لا زال يعيشوا أو أباء يعيشون في دور المسلمين، بينما أبنائهم لهم مراكز مرموقة في المجتمع، فضلوا زوجاتهم وتركوا أمهاتهم وأبائهم في دور مسنين وقد بلغوا من السن عتية. لذلك أوصيكم يا إخوان أن تحافظوا على بر والديكم، ولا تكونوا مثل هؤلاء الذين يعيشون في الغرب، قد تنسلوا وانسلخوا عن العيش في كنف أبائهم وأمهاتهم. فالأم والأب كما ذكرت هما أساسيان في هذه الحياة الدنيا، ولذلك أوصيكم يا إخواني بالتقيد بهذه المعلومات التي استقيتها لكم. وهنا أحب أن
أن أذكركم ببعض الروايات حتى نأخذ العبر منها. من هذه العبر حكاية حقيقية وقعت لشخصين. الأول كان بارا بأمه، وهي حقيقية يرويها الشخص بنفسه. هذا الشخص كان يعيش في مدينة بعيدة عن سقط سكن أمه، والظروف هي التي جعلته يذهب إلى ذلك المكان ارتباطا بالوظيفة. فكان يأتي من مدينة تبعد عن مقر سكن أمه التي لم تريد مغادرة مسكنها الأصلي في كل شهر، ويقدم لها ما أخذه من أجرته، ثم يعود إلى مقر عمله لمواصلة العمل. فكانت أمه تدعو له وتقول له: اللهم يا ابني حفظك الله في الحل والترحال وبعد عنك السوء. ويوما كان راجع إلى مقر عمله فوقعت حادثة سير تعجب منها الناس في طريق السيارة، حيث أن السيارة التي كان يقودها انفصلت عن آخرها ولم يصب بسوء، وهذا راجع إلى دعوة أمه عليه. بينما الشخص الثاني كان لا غير بار بأمه الكبيرة السن، وكان يعاملها بقساوة، وكانت كلما قام بضربها كانت تدعو عليه ويخرج. وفي يوم من الأيام خرج منها وهي غاضبة عليه، فالتقى بأحد الركاب الذي كان مخمورا عبر شاحنته فأرضاه قتيلا. ولما أخذوا الناس أخذوا يريدون أن يقيدوه، كان يصيح أمي أمي وهو يتجرع مرارة الموت. فعاد هؤلاء الناس وحكوا له ما شهدوا من الحالة التراجيدية التي مات فيها ابنه، فقالوا لها: ماذا كان يعمل معك ابنك؟ أخذت تبكي وتقول: كان يعاملني بقسوة، وكنت أدعو عليه دعاء حتى أنني لا أكاد أن أقول لكم ما كنت أدعو عليه به. لذلك الإخوان إياكم ثم إياكم أن تقوموا بغضب أباك أو أمك، فهما البركة في دنياك وفي آخرتك. فكل من نجح فهو من أمه وأبيه، وكل من فشل في هذه الحياة فمرده إلى معاملته لأبائه في حياته. وإلى فرصة أخرى، ولا تنسون من الدعاء.